اليوم ان شاء الله غادي نمشيو حتى للصيدليه في الصحه اللي كاينه في شعبان، وتبعوني الله يجزيكم بخير في الطريق. دابا في شارع عقبه المنافع على مستوى السوق الاسبوعي على مقربه الصيدليه الخضراء، غادي نكملوا طريق نيشان وحنا غادي تبعوني ان شاء الله. نزلنا في سوق الآحاد شارع عقبه المنافع، هي في الحقيقة أسهل طريق، هي طريق الرباط تجي القصر الكبير، وتما كتجي مقابلة المحكمة الابتدائية الجديدة، ولكن أنا مشيت من هنا وغادي نحاول ندور إن شاء الله للشمال باش نكون الكودية صيدلية الرحمة، صيدلية الرحمة هي هذي. نيشان حتى للدائرة ولا الساحة اللي كتقلبنا لشارع بوحنيني. لاحظوا معايا القبة ديال مسجد علي بن أبي طالب هي هذه، إذا التبير ثم صيدلية ابن سينا، ها هي 52 صيدلية في مدينة العريش. نزلنا في شارع عقبة بن نافع تجاه المنار، ولكن دابا غادي نقلبو هنا ان شاء الله، غادي ندورو على اليسار شارع بوحنين. غادي ندورو هذا هو شارع بوحنيني. سمحوا لي انا مشيت من هنا لان هذه طريقي. شارع بوحنيني الشارع الجميل النقي، استعدات هاد الفيلات والسكنات، استعدات هاد السكن بهاد الشارع اللي ديما نقي تبارك الله. نحن على مقربة جمعية الوفاق للمعاق ثم قاعة بوحنيني، هي هذه اللي كتشوفوها على اليمين ديالنا، قاعة بوحنيني كتقام فيها الندوات اللقاءات والمناظرات والمحاضرات كذلك. هنا على اليمين صيدلية الأمل كما كتلاحظوا في الطابلوها، صيدلية الأمل على اليمين، ولكن لا غنمشيو نيشان. نزلنا في شارع بوحنيني وصلنا للساحة اللي هي المدخل ديال المغرب الجديد، لكن غادي نقلبوا على اليمين باش نشدوا طريق الرباط. على اليمين تماما على مقربة صيدلية مصحات، تحية للأمن ورجال الأمن. قاعة كليوباترا، قاعة حفلات كليوباترا هي هذه. شوفوا شاد الجمال، شوفوا شاد الجمال، دولة رب الجبال تيصل حتى لصيدلية مصحات. مقهى الشمس الآن، شعبان على اليمين ومغرب جديد على اليسار، قربنا المحكمة وقربنا صيدلية المصحات اللي فيها ديبوليو. اليوم تسيرينا بزاف، ولكن الأسهل هي أنها جات في طريق الرباط. الإنسان إلا خرج من المدينة غيشد الشارع الطويل، غادي يكون في 10 دقائق غادي يكون في صيدلية المصحات. حنا خدينا طريق فراعي باش نساريوكم اليوم، ما عندنا شغل. قربنا إخواني أخواتي، قربنا قربنا صيدلية المصحات. هنا مصحة العرائش كلينيك لاغاش هي هذي، كاينة في شعبان. كما قلت لكم اخواني اخواتي، المحكمه الابتدائيه الجديده على اليسار، وصيدليه المصحات على اليمين. ها هي صيدليه المصحات. اجيني يا فزاد، 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 دوام العافية. صحة الجميع إن شاء الله، في مريض الله يشفيه، اللي بعيد الله يقربوا لأهله بخير وعلى خير. تحياتي أحمد القرشاني، نفسي مشيت بارطاجيو الفيديو.
خمسة دقائق من المسارية توصلنا الصيدلية التي صحت في هذا المكان. تحياتي إخواني.